الو، السلام عليكم. تفضل معايا. يا اهلا وسهلا، معاك عبد الله احمد من الكويت. شلونك اشرف؟ حياك الله اخوي عبد الله. احمد شيعي ولا سني؟ سني الحمد لله. تفضل اخوي عبد الله. الله يسلمك يا اخوي. استاذ اشرف، الشيعة وايد فاشلين بالاصول يا استاذ اشرف، صحيح انت عارف هالشيء. صحيح. يعني نسألهم، يعني سبحان الله، ولا مرة يسألون عن موضوع الصلاة ولا الصيام ولا الشهادة ولا الزكاة. يعني الأصول المهمة دينهم وديننا ما يسألونها غير الفروع بس. أبو بكر شنو سوى؟ علي شنو سوى؟ عثمان شنو سوى؟ معاوية شنو سوى؟ لان يا طيب هو مش عايز النهارده يدور اصلا على الصلاه ولا زكاه ولا صوم ولا حج، هو عايز يدور على ما هو ينقض الاسلام. فبمقتضى المفيد اطعن في الناقل يطعن في المنقول، واخد بال حضرتك اخويا عبد الله؟ يعني هو الهدف الشيعي الاساسي الطعن في نقله الدين. فطالما طعن في نقله الدين هو طعن في الدين، وده هو نسبه نجاحه اللي هو بيرسمها المخطط الفارسي على مدار سنوات وسنوات. يعني على مدار سنوات وسنوات المخطط الفارسي هو كل هدفه اخواننا الاحبه بارك الله فيكم الطعن في الدين، وده اللي بيتكلموا فيه دايما، او هو ده اللي بيحاولوا دايما يوصلوا له اخواننا الاحبه بارك الله فيكم.